بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، مع الحلقة الرابعة من كورس تأويل الرؤى وتفسير الأحلام بعنوان أمثلة على التأويل والتفسير. يمكن تلخيص هذه الأمثلة في 7 نقاط. رقم 1، التأويل باللفظ الصريح. رقم 2، التأويل بالأسماء. رقم 3، التأويل من معاني الاسم ومن اشتقاق الأسماء. رقم 4، التأويل بالمثل السائر بين الناس. رقم 5، التأويل بالضد. رقم 6، التأويل بالزيادة والنقصان. رقم 7، التأويل بعلم النفس. لكن قبل أن أبدأ في شرح هذه النقاط 7 بالتفصيل، لابد من التنبيه على شيء مهم جدا وضروري بالنسبة للمعبر، وهو الرجل الذي يؤول الرؤية أو بيفسر الحلم. يجب معرفة أنه ليس كل إنسان يستطيع أن يفسر الأحلام تفسيرا حقيقيا، ولكن الذي يستطيع ذلك هو الذي منحه الله موهبة مولدية، أي إنسان نقي طاهر مولود على الفطرة السليمة. وده لأن الموهبة المولدية فيها رؤية بصرية وفيها إعلام لأمور غيبية، يستطيع بها صاحبها أن يسلط روحه الطاهرة النقية بطبيعتها على تفسير الأحلام، وأن يفسرها تفسيرا ملائما ينطبق على الواقع وعلى الحقيقة ويأتي بالغيبيات. وأما من ليس فيهم هذه الخواص ويتصدرون للتأويل والتفسير من قبيل ضرب الودع والنصب والاحتيال على خلق الله، فكثيرا بل غالبا ما تكون أجوبتهم وتأويلاتهم وتفسيراتهم للأحلام كاذبة وباطلة. كمان في شيء مهم جدا يجب الإشارة إليه، وهو أن هناك عدة شروط يجب أن يلتزم بها المعبر كالمفتي الذي يتصدر للفتوى. مش أي حد يتصدر للفتوى، كمان مش أي حد يتصدر لتعبير وتفسير الرؤى والأحلام، حيث أن للمعبرين أي مفسري الأحلام طرق كثيرة في استخراج التأويل، وهي غير محصورة بل هي قابلة للزيادة باعتبار علم ومعرفة المعبر وذكائه والموهبة التي حباه الله بها. وللمعبر آداب وشروط كثيرة يجب أن تتوفر فيه، نذكر منها على سبيل المثال للحصر 6 شروط. الأول، ينبغي للمعبر إذا قصت عليه الرؤية، يعني الرجل الحالم إذا قص عليه حلمه، يقول خيرا إن شاء الله، خيرا نتلقاه وشرا نتوقاه، خيرا لنا وشرا على أعدائنا، والحمد لله رب العالمين. ثم يقول للحالم اقصص رؤياك كما أراك الله، ولا تزد عليها ولا تنقص. الشرط الثاني، أن يحسن الاستماع إلى الرؤية من صاحبها ثم يبدأ في التفسير، فلا يصدر رأيه ولا يقول جوابه عن الرؤية إلا بعد أن ينتهي الرأي تماما من قصها عليه، ثم يبدأ بدراسة الرؤية وتفسيرها بما يفتح الله عليه من علم. الشرط الثالث، إن الرؤية من أسرار الناس وعوراتهم، فيجب ألا يخبر بتأويلها إلا صاحبها ولا ينطق بها عند أحد غيره. الشرط الرابع، أن يعبرها ويفسرها على أحسن وجه، فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الرؤيا تقع على ما عبرت، يعني على ما فسرت وأولت. الشرط الخامس، يجب أن يميز المعبر والمفسر للرؤية بين أصحاب الرؤى، فلا يفسر رؤيا الحاكم زي رؤيا المحكوم، ولا يفسر رؤيا الوزير مثل رؤيا الغفير.
لكل حالم رؤياه على حسب وضعه الاجتماعي في المجتمع. الشرط السادس والأخير من الشروط التي يجب أن تتوفر في من يتصدر في تعبير الرؤى وتفسيرها هو التصرف في الرؤية التي تقص عليه وتحكى له. فإن كانت خيرا عبرها وبشر بها صاحبها، وإن كانت شرا أمسك عن تعبيرها وتفسيرها وتأويلها أو عبرها على أحسن احتمالاتها. أيضا الأمر لا يتوقف على ذلك، بل إن هناك بعض الآداب والشروط التي ينبغي أن يلتزم بها الحالم، وهي شروطا يجب أن تتوفر في من رأى الرؤية. رقم واحد، أن يتعود الإنسان الصدق في أقواله، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أصدقكم حديثا أصدقكم رؤيا. رقم اثنين، أن ينام على طهارة. رقم ثلاثة، أن ينام ورأسه متجهة إلى الشمال على جنبه الأيمن، كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان ينام على جنبه الأيمن ويده اليمنى تحت خده. وروي عن السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها وعن أبيها أنها كانت تقول عندما تتخذ مضجعها للنوم: اللهم إني أسألك رؤيا صالحة صادقة غير كاذبة نافعة غير ضارة حافظة غير ناسية. رقم أربعة، يجب أن لا يقصها على حاسد أو حاقد، لأن سيدنا يعقوب قال لابنه يوسف عليهما وعلى نبينا أفضل الصلاة وأذكى السلام: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. رقم خمسة، ألا يقصها ولا يحكيها إلا سرا على المعبر وليس على ملأ، والأولى أن يحكيها في بداية النهار ولا يحكيها في نهايته. رقم ستة، ألا يكذب في رؤياه، فقد قال صلى الله عليه وسلم: من كذب في حلمه كلف يوم القيامة عقد شعيرة. والآن نعود إلى شرح أمثلة على تفسير الأحلام بالتفسير. المثال الأول، التأويل باللفظ الصريح كرؤيا الأنبياء والصالحين، وهي من الرؤى التي تحمل البشارة والخير بدون أدنى شك أو ريب. ثانيا، التأويل بالأسماء، في حالة الأسماء يحمل التأويل على ظاهر اللفظ، فلو رأى في المنام رجلا اسمه سالم فتأويله أن الرائي سوف ينال السلامة في الأمور، ولو رأى رجلا اسمه عادل فالتأويل عدالة، وهكذا لو رأى رجلا اسمه أحمد أو محمد أو محمود فالتأويل أن أموره كلها سوف تنتهي إلى المحمدة. وكذلك لو رأى امرأة اسمها سعاد فتأويلها سعادة، أو أخرى اسمها هدى فالتأويل هداية، وهكذا يستنتج المعبر التفسير من الاسم الحسن والعكس بالعكس. والدليل على ذلك هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت كأن في دار عقبة ابن رافع فأوتينا برطب من طاب فأوله. هكذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم أن الرفعة لنا في الدنيا والآخرة، وأن ديننا قد طاب. فهنا المصطفى صلى الله عليه وسلم أخذ الرفعة من كلمة من اسم رافع، لأن الصحابي اسمه عقبة ابن رافع، وأخذ طيب الدين من رطب ابن طاب. أما المثال الثالث للتأويل فهو التأويل من اشتقاق الأسماء، مثل رؤيا الموت والطفل الصغير والحيوانات والجمادات، فإنهم جميعا مصدقون فيما يقولون من الرؤيا، لأن الرؤيا في هذه الحالة تكون الحق، فهذه الأشياء لا تكذب، وبالتالي فالرؤيا من خلالها تكون حقا. رابعا، التأويل بالمثل السائر والمتداول، كما يقول الناس في البائع إنه رجل كذوب لما عرف عنهم من أنهم يحلفون كثيرا كذبا، ويغلب التلاعب على كثير من البائعين والتجار. وكقول النبي صلى الله عليه وسلم لأزواجه:
أسرعكن لحوقا بي أطولكن يدا. يعني أول من ستلحق برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى هي صاحبة اليد الطولة في الخير والصدقات. وكان هذا المثل سائرا، وكانت فعلا أم المؤمنين السيدة زينب بنت جحش هي أول من لحقت برسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان معروفا عنها أنها ذات اليد الطولة في الخير والصدقات على الفقراء والمحتاجين. خامسا، التأويل بالضد. كقول المفسرين إن البكاء في الرؤية فرح لصاحب هذه الرؤية، وأن في الضحك حزن لصاحب الرؤية، وفي الطاعون أنه حرب والعكس، وفي السيل أنه عدو والعكس. أما المثال السادس في تفسير الأحلام هو التأويل بالزيادة والنقصان، كقولهم في الفئران أنها نساء ما لم تختلف ألوانها، فيكون الأبيض والأسود في الليالي والأيام. والسمك إذا عرف الحالم عدده فإنه نساء، ولو لم يعرف العدد فهو مال وغنيمة. أما المثال السابع والأخير من أمثلة التأويل هو التأويل بعلم النفس، كالاستدلال على الأحلام من مقدار سعادة وسرور الحالم أو تعاسته وحزنه، إذ أن الأحلام تعبر نفسها عن نفسها وتفسر نفسها بنفسها، كما يقول علماء النفس إن الأحلام هي الطريق الرئيسي المؤدي إلى اللاشعور. يعني لو اللاشعور سعيد ومبسوط ينعكس ذلك على الرؤية والعكس صحيح. باختصار، الصحة النفسية لصاحب الرؤية تلعب دورا كبيرا في تأويل وتفسير الحلم. إلى هذا الحد نكون قد انتهينا من حلقة اليوم. إلى أن ألقاكم في حلقة تالية، لكم خالص تحياتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.